دي بقت بصي حاجه بتاعت جيل استحملوهم يا اولاد استحملوهم والله كامل. بصي ايد ايديها عشان وبصوا بكل شاء الله ربنا يهديهم ربنا يهديهم لك ما فيش فايده انا لما قعدت معاهم كام يوم كلها بنت الله يعين الله يعين جات لي الجيل كله صحيح كله مش عارف كله وربنا يهديهم ربنا يهديهم يا رب يهدي جميع ما خلق يا رب عايزه كمان اوريكم شكل الغروب بقى فظيع فظيع انا مش لابسه نظاره النظر استنى اوريهم لبستني نظاره الشمس انا استنى اوريكم منظر الغروب روعه لازم تشوفوا انت حيلت عليا انزلي انزلي يا بنتي انا معاكش قعدتني على كرسي نزل لا بس مبسوطه ولا مش مبسوطه يا بنتي انا مبسوطه تعرفيش انا مبسوطه حتى لو جرحك ربي راضي عليكي الدنيا واخره انت واخواتك استنى هنرجع لكم تاني اوريكم الشروق ونرجع لكم تاني الغروب الغروب ونرجع لكم تاني مره بقى عايزين نصور لهم الشروق ننزل بدري الساعه 6 الصبح قبل ما الشمس تنزل الميه ونصور لكم استنونا برضه بس في رعد يا ولاد في رعد سامعين في رعد استنونا هوريكم هوريكم الغروب استنوا بصوا الغروب روعه ازاي
اقولها يا بنتي المطرح حتى كلتنا المطرح. بتقولي لازم تقولي لهم ان في برق وفي رعد والنطرة هتنطر. حاضر يا بنتي، عباد السما مفتوح في برق والله. بص طب استني هوريكم، هوريكم المنظر. استني اسمعي، استني هوريكم اهو. بصوا اهو، سامعين البرق فين يا ماما؟ ده الغروب ده جميل. لا بس بصي، طب ما الناس الشمس خلاص راحت. مش الشمس فين؟ مش طبعا تقول لك النترة هتنطر. خلاص كده بقى، ده اخر بقى ايه، اخر اليوم اهو كده صح كده. خلاص بقى اهو كده، خلاص النور الاضواء اهي نورت هناك اهي. بصي في اسكندريه اهي، بصي كل الانوار اهي، خلاص بقى نورت هناك كده بقى. الليل بقى، الليل بقى واخر، بس لسه ما يعني المايه لسه ما الليل واخر ما خدتش بقى الغمقان الجامد بقى. الناس اللي سالت وقالت انتوا فين في اسكندريه، احنا قاعدين في سيدي بشر ماشي، بننزل اسمه ايه الشاطئ، اسمه ابو هيفا تمام. فاحنا كده اهو زي ما انتوا شايفين، خلاص بقى نلم عزلنا ونروح. وبعد كده نعمل لكم فيديو جديد من فلوجه جديده ومن خروجه جديده، غير بقى ايه حاجه الاكل. خلاص بقى كده نقول لكم بقى باي باي، والنهارده كان فيديو حلو عشان ماما فيه، ونشوفكم بقى في فيديو جديد. حبيب قلبي، باي باي. السلام يا حبيبي. Yeah, let's go.